بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو رقم 19 في الامبيدد سيستم كورس. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على الكلوك. دايما بنسمع ان الكمبيوتر ده 1.8 جيجا هرتز، 2.4 جيجا هرتز، 3 جيجا هرتز وحاجات زي كده. عايزين نعرف ايه هي الكلوك سبيد ديت، وهل هي العامل الوحيد المؤثر في الكمبيوتر ان هو يبقى سريع او بطيء. ان شاء الله هنعرف الكلام ده على نهاية فيديوهات الكلوك. هنبدأ نتكلم عن الكلوك. الكلوك هي عبارة عن سكوير ويف، نص الوقت اون ونص الوقت اوف. يعني 50% من الوقت هنا هتلاقيه on و50% هتلاقيه off. ديت حاجة بسميها duty cycle 50-50، 50% و50%. في duty cycle تانية ممكن تبقى 60-40، حاجات زي كده في clock، بس مش هنتكلم عليها. احنا هنتكلم على clock 50% و50% off. الفكرة في clock مش 50% و50%، التايمنج بتاعها يعني 10 ميجا هرتز. واضح جدا انها واخده وقت طويل علشان تنفذ سايكل واحده. في حاله ان 40 ميجا هرتز نفذت كذا سايكل في الوقت ال 10 ميجا هرتز نفذت سايكل واحده فيه. اللي احنا محتاجين نعرفه ان الكمبيوتر بيحتاج ان هو يعمل سينكرونايز للاجزاء بتاعته عن طريق ان هو بيشتغل على مثلا الرايزنج ايدج هنا، ويبدا يشتغل على الرايزنج ايدج هنا، ويسيب شويه وقت ويشتغل على الرايزنج ايدج هنا، فبيعمل سينكرونايز. هنبدأ نفهم الموضوع ده أكتر، بس اللي احنا محتاجين نعرفه إن كل ما الكلوك سبيد زادت، كل ما الكمبيوتر ده بقى أسرع. اللي احنا محتاجين نعرفه إن كل ما الكلوك سبيد بتزيد، كل ما الكمبيوتر بيبقى أسرع. طب تعالى نشوف إزاي وليه هنستخدم الكلوك ذات نفسها. دلوقتي احنا هنشوف الدايرة ديت. الدايرة ديت دايرة مش موجودة في الحقيقة، أنا عملتها كده بس علشان نفهم منها فكرة معينة. أنا عندي إنبوت سيركت، وسيركت المفروض هتستقبل أوتبوت من الدايرة دي. دلوقتي نفترض ان احنا ما عندناش كلوك ولا حاجه، المفروض الدايره ديت تطلع لي في الاخر واحد بعد ما يدخل لها الانبوت بتاعها، والدايره ديت تطلع لي في الاخر واحد. بس لو انت خدت بالك ان في هنا لوجيك جيت كتير، المفروض دي هتخلص عمليه تسلم لدي، ودي هتخلص تسلم لدي، وهنا نفس الكلام. فهتلاقي ان في ليفلز كتيره من اللوجيك، ولو كتروا اكتر هتبص تلاقي ان في ديلي بيحصل، عمال ما السيجنال هنا تخلص وتروح لديت، وبعد كده تروح لديت، وبعد كده تطلع هنا. الديلي ده هتلاقيه اقل كتير هنا علشان هي لوجيك جيت واحده، فهتلاقي انها طلعت بسرعه اكتر واحد. هتبص تلاقي حاجه غريبه حصلت، هتلاقي ان هنا طلع واحد وهنا لسه صفر، لان ديت اتاخرت شويه. فايه اللي هيحصل؟ هيطلع ناتج مش مظبوط زيرو، السيركت ديت هتقراه وهيحصل عمليه مش مظبوطه انا ما كنتش عايزها تحصل في السي بي يو. طبعا المثال ده مش حقيقي، بس هو لتوضيح فكره. والسي بي يو مش بيبقى فيه دوائر صغيره كده، ده بيبقى فيه ليفلز كتيره من الجيتس، وفي ديلي كتير بيحصل. والترانزستور نفسه بيبقى فيه حالات فيها مش ستيبل. الحاله اللي انا وريتها لكم ديت اسمها ان ستيبل انبوتس. يعني انا دلوقتي قريت قبل ما استنى ان الانبوتس بتوعي يبقوا ستيبل، يعني انا قريت وهو مش ستيبل. وممكن اعمل نفس الحركه في الترانزستور. الترانزستور بيبقى فيه حاله وهو لسه بيبقى بيفاير، بيبقى من زيرو لواحد، بيقلب من زيرو لواحد، بيبقى فيه حاله في النص كده، الحاله ديت بيبقى مش ستيبل فيها، ولو قريت هيديني ناتج غلط. طب احل المشكله ديت ازاي؟ انا ممكن احل المشكله ديت باستخدام الكلوك. الكلوك هشغلها دلوقتي، هحط عندي الانبوت سيركت، والسيركت هحط فيها كلوك. اللي هيحصل كالاتي، ان انا دلوقتي عندي قبل ما احط اي انبوت خالص الناتج كله طالع صفر صفر وطالع صفر وهنا صفر، وحتى الدايره ديت مش قرياها لانها ما جالهاش كلوك انها تقرا الداتا اللي هنا، فهي مش مستفيده بالداتا ديت حاجه. عند اول كلوك سايكل اللي هي ديت، هبدا ان انا اقول الانبوت سيركت هدخل الانبوتس بتوعي كلهم، ويبدا يعدي في الجيتس دي كلها، وابدا ان انا استنى فتره اللي هي ديت علشان اخلي السيركت دي تقرا الداتا. الفتره ديت هتبقى كفايه جدا انها تساوي الديلي اللي هنا بالديلي اللي هنا، فمش هيبقى فارق معايا بقى هنا واحد وهنا واحد، سواء ده طلع قبل ده او الترانزستور لسه بيشتغل من اون لاوف او من اوف لاون، مش هتفرق معايا، لان انا الناتج في الاخر انا هاخده عند توقيت معين، وهسيب ديلي ليهم بحيث ان الانبوتس كلها تبقى ستيبل. ففي الاخر انا هاخد القرايه بتاعتي هنا فواحد، هدي كلوك للسيركت انها تقرا واحد وهكذا. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا عملت حاجه اسمها سينكرونايز. عملت سينكرونايز بين الانبوت سيركت والسيركت ديت. انا قلت لها، قلت للسيركت ديت ما تقريش في اي وقت، اقري بس في توقيت معين، بحيث اكون سبت ديلي كافي للانبوتس دول كلهم ان هم يبقوا ستيبل.
فدي الفايده من الكلوك. الفايده من الكلوك انها بعمل ستيبل. طب تعالى ناخد مثال، دي برضو دايره مش عمليه ولكن هي للتوضيح بس، الكلام ما بيبقاش بالشكل ده طبعا. انا هنفذ اللي هو الانستراكشن اد r1 r2، المفروض هتضيف r2 زائد r1 وتحط ناتج في r1 تاني. طب الموضوع ايه اللي هيحصل؟ 2 و4 المفروض يبقوا 6 في الاخر. هلاقي ان حاجه ممكن تحصل لو مفيش كلوك، ممكن ايه اللي يخلي r1 و r2 تتجمع الاول؟ طب ليه مش الريجستر ده اللي هو فيه صفر يروح مصفر r1 و r1 تتجمع مع r2 تبقى 2 وفي الاخر يطلع الناتج غلط؟ ايه اللي يحكم الريجستر ده ان هو يشتغل بعد الاتنين دولت في سيكونس معين؟ مفيش حاجه، لان مفيش كلوك. لو مفيش كلوك يبقى انت ما تعرفش ده المفروض يشتغل امتى وده المفروض يشتغل امتى وده المفروض يشتغل امتى. انت عند اول رايزنج ايدج في الكلوك كنت هتشغل r1 و r2 وهتجمع 2 و4، عند تاني رايزنج ايدج كنت هتشغل ده وهترجعه هنا تاني، فانت بتتحكم في التايمنج بتاع العمليه بتاعك. فعلشان كده الكلوك مهمه. بس الكلوك يعني ينفع في سي بي يو يشتغل من غير كلوك؟ اه ينفع، بس هنشوف الموضوع ده كمان شوية. الأول ناخد المثال ده في الكوميونيكيشن، ديت حاجة مهمة جدا في الكلوك برضو. ده مثال مش عملي بس التوضيح برضو. بس دلوقتي أنا عندي داتا، الداتا ديت 101100، أنا عايز أبعتها من السيركت 1 لسيركت 2 سيريال زي ما احنا خدنا في السيجنالز. هضيف معاها كلوك، عند كل رايزنج ايدج هبعت بت، ادي رايزنج ايدج ابعت 1، رايزنج ايدج ابعت 0، رايزنج ايدج ابعت 1 وهكذا. تمام. طب السيركت 2 لازم اديلها الكلوك اللي انا شغال بيها علشان تعرف تستقبل. يعني ايه؟ يعني عند اول رايزنج ايدج انا هروح اقرا الداتا اللي هنا هلاقيها 1، عند تاني رايزنج ايدج هروح اقرا الداتا اللي هنا هلاقيها 0. ولنفترض ان المسافه ديت 100 مللي سكند مثلا، فهو ظابط التايمنج بتاعه ان هو هيقرا بعد 100 مللي سكند الداتا اللي واصله. طب ايه اللي هيحصل لو عندي مشكله هنا والكلوك في الديفايس ده غير الديفايس ده؟ هلاقي ان مشكله حصلت. نفترض ان الكلوك بقت هنا 50 مللي سكند وهنا 100 مللي سكند، ايه اللي حصل؟ انا بعت عند الرايزنج ايدج ده 1، هنا انا جيت استقبلها استقبلت 1 تمام، استنيت 50 مللي سكند وقريت تاني هلاقي ان انا لسه ببعت الواحد ده فهقراه على انه 1 تاني، فانا كده قريته مرتين، يبقى حصل ايرور عندي، والصفر هقراه مرتين والواحد هقراه مرتين، فانا بدل ما استقبل 5 بت استقبلت 10 بت، وده مش اللي انا اللي بعته، فحصل في مشكله في الداتا اللي انا بعتها. طيب بس انا في ملحوظه انا خدت بالي منها دلوقتي، ان انا لما زودت الكلوك ريت السيريال داتا اللي انا ببعتها زادت، وبقى عندي اقدر ابعت سيريال داتا بشكل اسرع. ديت اه حاجه مظبوطه فعلا، دي هنشوفها بعد كده في الكوميونيكيشن، حاجه اسمها بود ريت او كلوك ريت. بس طبعا لازم يبقى في سينكرونايز بين الاثنين سيركت، ادي ده الكلوك علشان ابقى عارف انا هستقبل بمعدل قد ايه. دلوقتي ده ايميليشن بسيط للبروسيسور وهو شغال، ده شكل البروسيسور وهو بيبقى شغال بيبقى بالشكل ده. لو انت خدت بالك هنا فوق هتبص تلاقي حاجه قاعده بتقيد وتطفي، ديت هي الكلوك قاعده بتشتغل وبتعمل سينكرونايز لكل اجزاء المايكرو بروسيسور بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا زي ما انت شايف هي ماشيه بسرعه معينه 4.5 هرتز، بس ده علشان الكمبيوتر بتاعي او اللابتوب الايميليشن، عشان يعمل ايميليشن لحاجة معقدة بالشكل ده محتاج ان هو يعملها عند 4 هرتز بس، مش عارف يعمل اكتر من كده. ولو انت خدت بالك ان ده الماشين كود اللي احنا اتكلمنا عليه قاعد بيتنفذ، السي بي يو قاعد بينفذ الماشين كود باستخدام البروجرام كاونتر والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه. طب ليه ما نعملش بروسيسور 100 جيجا هرتز؟ ادم احنا كل ما نسرع البروسيسور كل ما الانستراكشن اللي بنفذها تزيد. تمام دي فكرة كويسة، بس لو انت خدت بالك ان انت لما تسرع البروسيسور كل ما الباور كونسامشن بتاعته بتعلى. طيب ماشي، ايه المشكلة؟ انا ما عنديش اي مشكلة ان انا ادفع يعني كهرباء زيادة علشان اخد كلوك سبيد اعلى. تمام مفيش مشكلة، بس مش دي المشكلة، انك انت هتدفع كهرباء زيادة في الباور كونسامشن والكلام ده. المشكلة ان الباور كونسامشن لما بتزيد الكور تمبريتشر برضو بتزيد. طب دي تفرق معايا؟ اه تفرق معايا جدا، لان الكور تمبريتشر لما تزيد لو وصلت لحد معين السي بي يو هيتحرق. عشان كده انت لو فتحت اي لابتوب حديث هتبص تلاقي ان الكولينج سيستم بتاعه بالشكل ده، في ميتالز محطوطه على البروسيسورز، وهتبص تلاقي ان الميتالز دي عليها هيت سينك، وكمان الميتالز دي متوصله باكتر من فان علشان تبرد اللابتوب ده او تبرد البروسيسور.
طيب ايه المشكلة، ايه اللي هيحصل لو المراوح ديت حصل فيها مشكلة؟ هتبص تلاقي ان الكور تمبريتشر بتاع البروسيسور هيبدأ يعلى، هتبص تلاقي ان الجهاز بدأ يبقى بطيء، وبدأ ان هو مش قادر ان هو ينفذ عمليات كتير وشوية، ولو وصل لحد معين في تمبريتشر سنسور جوه البروسيسور هيفصل الجهاز، وده بتحصل كتير. لو انت عندك مشكلة في الفان هتبص تلاقي ان الجهاز بيسخن بشكل كبير جدا وبعد شوية بيفصل لوحده. عشان كده انت ممكن تشوف منظر بالشكل ده. ايه الشكل ده؟ اكيد حد عامل اوفر كلوكينج. اوفر كلوكينج يعني ايه؟ يعني انت البروسيسور عندك بيشتغل عند 2 جيجا هرتز، هتشغله عند 4 جيجا هرتز مثلا ولا 3 جيجا هرتز. طيب ديت اعلى من الاساسا الريتنج اللي هم مصنعينه علشانها. ديت حاجة اسمها اوفر كلوكينج، طبعا حاجة صعب انك انت تعملها لوحدك، لازم انت تبقى فاهم كويس انت هتبرده ازاي وهتعمل ايه، وهتركب له نظام تبريد بالشكل ده. في نظام تبريد بالفريون وانظمة كتير جدا للتبريد دلوقتي، والانظمة دي بتبقى غالية جدا، والكلام ده غالبا لو انت ليك في الجيمز والكلام ده، الجيمرز بيحبوا يعملوا حاجة زي كده. الكارت الشاشة بتاعهم ممكن يجيبوه عادي ويبدأ ان هو يعمل له اوفر كلوكينج ويجيب له كولينج سيستم بالشكل ده. كولينج سيستم هيزود الكفاءة بتاعة الكارت الشاشة او البروسيسور اللي هو عنده، وهيخليه دايما شغال ببرفورمانس اعلى، ومش هيحتاج يجيب كارت شاشة مختلف. بس الكلام ده طبعا مش بيتعمل بسهولة، لازم ان انت تبقى فاهم نظام الكولينج سيستم ده ماشي ازاي. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم على الكلوك اكتر، هنعرف ازاي نجريت الكلوك، ونعرف اذا كانت الكلوك هي الحاجة الوحيدة المؤثرة في الكمبيوتر سبيد ولا هم لقوا حلول تانية، ونعرف ان فيندورز للسي بي يو او المايكرو بروسيسور بيواجهوا مشكلة ان هم يزودوا الكلوك اكتر، وايه الحلول اللي هم لقوها علشان يعوضوا ان هم مش عارفين يزودوا الكلوك عن حد معين، وليه مش عارفين يزودوا الكلوك عن حد معين.